الموقف اللي خلاني ندمت ان انا في يوم كنت شغال في شغل وكده، الصوله بتاعت الصاروخ دي طارت في رجلي. صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، عارف تصلي العشاء 4 ركعات. اقول له صلي قبل ما يجي يوم تندم فيه وما تلحقش ترجع لربنا، ان الله يغفر الذنوب جميعا. ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود عامل ايه؟ لا سلامك شيخ فاضل. والله انا مبسوط ان انت معايا في الحلقة ال 12 من سلسلة كيف التزمت بالصلاة. قول لي كده، ايه الحاجة اللي غيرتك 180 درجة وخليتك تحافظ على الصلاة في وقتها؟ يعني يا رب يعني الكلام يطلع من قلبك والناس تستفيد. ايوه لو واحد، والله والله العظيم لو واحد استفاد ورجع لربنا وصلى فده نجاح. الحمد لله رب العالمين. ايه الموقف بقى اللي خلاك التزمت؟ الموقف اللي خلاني التزمت اللي انا في يوم كنت شغال في الشغل وكده، الصوله بتاعت الصاروخ دي طارت في رجلي، اتعورت تعوره جامده. ساعتها قلت بقى ساعتها قلت مثلا نفت جت في بطني ولا جت في وشي مثلا، وانا ساعتها في الوقت ده بعيد عن ربنا، ما كنتش بصلي ولا بقرا قران ولا الكلام ده. فكانت البدايه، كانت البدايه اول ما انت اتعورت. سبحان الله، دايما الابتلاءات بترجع العبد لربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى ان الله اذا احب عبد ابتلى. عارف ربنا سبحانه وتعالى ده كمان، انت لما بتصلي فرض ربنا بيكافئك، يعني بيديك عارف زي جوائز كده. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل. عارف تصلي العشاء 4 ركعات، كانك واقف بتصلي لحد الساعه 12 او 1 بالليل. وقال صلى الله عليه وسلم، شوف بقى، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل. اكنك قمت الليل كله، بس لازم تحط العشاء مع الفجر. ده لما تيجي ترجع لربنا يعني هتلاقي منح عظيمه والله. دلوقتي في واحد انت بتحبه يعني، وصديقك في الشغل ومعاك او في اي مكان، ونفسك تنصحه نصيحه من قلبك حلو يستفيد بيها هو ويستفيد بيها الناس اللي بتشوف البرنامج او السلسله، تقول ايه اللي ما صليش او تقول ايه لصديقك؟ اقول له صلي قبل ما يجي يوم تندم فيه وما تلحقش ترجع لربنا، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. كتب على نفسه الرحمه، يعني صلي وعافيك من رحمه ربنا ابدا، مهما تعمل ان واللي انت ترجع لربنا هو عمره ما يخذلك ابدا، ربنا غفور رحيم. الله يفتح عليك. الله سبحانه وتعالى قال في القران: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى يغفر لمن رجع اليه. يعني ربنا رحمن رحيم بعباده. والله انا مبسوط ان انت كنت معايا في الحلقه النهارده، وان شاء الله يعني ربنا يثبتك على طاعته ويهدي شباب المسلمين جميعا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام.